انطلقت اليوم الدورة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي تحت شعار الاحتفاء بفن صناعة الأفلام لها. نعم، المهرجان الذي يقام على مدار 5 أيام من ضمن فعاليات الملامة عاصمة للإعلام العربي، يتضمن 8 ورش عمل فنية وحلقات نقاشية تهدف إلى تجسيد شعار المهرجان الذي يصب في تمكين المرأة العربية وتوفير فرصة فنية وتقنية للشباب البحريني المتطلع لوضع بصماته على المجال الفني السينمائي وصناعة السينما واكتساب الخبرات والمهارات سواء في المجال التصوير السينمائي أو في كتابة السيناريو.